نستكمل الوحدات السكنية إلى 3000 وحدة سكنية. نتيجة للحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي تضرر يعني ما يقرب من 174 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي و11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، بالإضافة إلى 2000 وحدة سكنية لم تبنى من الحروب السابقة، أي 13 ألف وحدة سكنية. إحنا ما تم إنجازه حقيقة حتى الآن أو تحت الإنجاز هو 40%، ما يقرب من 5000 وحدة سكنية، وهناك التزام لما يقرب من 3000 وحدة سكنية، لكن يعني لم يتم البدء فيها. يبقى لدينا ما يزيد عن 4000 وحدة سكنية نحن في حاجة للتمويل، أي 250 مليون دولار، هذه للأضرار الكلية للمباني التي هدمت بشكل كلي. هناك طبعا احتياج للمباني التي تضررت بشكل جزئي أيضا، يعني نسبة الإنجاز فيها اللي هو 60%، نحتاج إلى استكمال يعني هذه البيوت، بالإضافة بطبيعة الحال يعني إلى الإيواء وإلى الأموال اللازمة لعملية الإعمار بشكل كامل كالإعمار الاقتصادي. القطاع الاقتصادي يعني يعاني كثيرا ولم يتم ضخ أموال لهذا القطاع، القطاع الزراعي، البنية التحتية، يعني هناك نقص كبير في التمويل. احنا اليوم بعد سنتين ونص أو يزيد للأسف لم نحقق يعني ما يقرب من 50 إلى 60% من عملية الإعمار. المنازل اليوم عندنا يعني 4000 وحدة سكنية لم تبنى يعني ولا يوجد لها تعهدات، بالإضافة إلى 3000 وحدة سكنية لها تعهدات ولم تبنى، يعني بنحكي عن 7000 وحدة سكنية ما زالت يعني لم تبنى حتى الآن نتيجة للحرب الأخيرة وما سبقها. العجز التمويل احنا بنحكي اليوم عن تقريبا يعني ما يزيد عن 400 مليون دولار.